أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بناء على ترشيح ودعم من سفارته المعتمدة لدى مملكة البحرين، فقد تم منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين جائزة تشايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014، وذلك لدورها المميز وجهودها الواضحة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأوضح البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي أن من أسباب منح هذه الجائزة ما احتوى عليه التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الذي صدر مؤخرا حول أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والرسالة الواضحة التي احتواها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، والتوصيات المناسبة التي وجهت للمؤسسات الدستورية في المملكة. وأوضح البيان أن الجائزة ستمنح مناصفة مع الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لدورها في تشجيع وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتمنح جائزة تشايو سنويا من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي في الرياض المعتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع سفارات الاتحاد الأوروبي في دول المجلس لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الخاصة في المنطقة للدور الذي تلعبه في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وسيتم تسليم الجائزة في مراسم احتفالية ستقام في 9 ديسمبر المقبل في المنامة. ومتابعة لموضوع هذه الجائزة معنا على الهاتف السيد عبد الله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد درازي، أهلا وسهلا بك. بداية، لو تعرفنا أو تحدثنا عن ماهية هذه الجائزة وأهمية منحها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مناصفة مع الأمانة العامة للتظلمات. شكرا. طبعا جائزة شايو لحقوق الإنسان تقدم، وهذا الاسم شايو هو المكان الذي انطلق منه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس عام 1948. وهذه الجائزة هي نتيجة منذ تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفي تواصلها مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث شهد الجميع في ما توج التقرير السنوي الذي أصدرته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي لاقى استحسانا كبيرا على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي لجهود المؤسسة الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وبهذه المناسبة تهدي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هذه الجائزة إلى جلالة ملك البلاد الملك حمد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدعمه الدائم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكتنا الغالية، وأيضا إلى شعب البحرين لما تحمله هذه الجائزة من معاني كبيرة في تطور حقوق الإنسان بمملكة البحرين. نعم سيد رازي، لو نتحدث باختصار شديد عن الخطوط العريضة لما حمله هذا التقرير الذي على أساسه تم إعطاء هذه الجائزة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. طبعا تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كان تقريرا شاملا. نعم. توجدته جهود جبارة من قبل العاملين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس المفوضين، واحتوى هذا التقرير على توصيات مهمة جدا، حيث وصفها الاتحاد الأوروبي بأن هذه التوصيات هي بالأساس كطريق وخارطة مستقبلية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بمملكة البحرين، حيث غطى التقرير مختلف الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأيضا أعطى فحص إلى جميع هذه الحقوق في مملكة البحرين، وبالتالي أعطى التوصيات. ونتمنى في المستقبل بأن يكون تطبيق هذه التوصيات، حيث أن التقرير استقبل استقبالا حسنا من جلالة الملك سمو رئيس الوزراء وولي العهد، وأيضا شكل مجلس الوزراء لجنة لمتابعة
نفيد هذه التوصيات، ونحن نتطلع إلى هذا الأمر في تنفيذ هذه التوصيات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. نعم سيد رازي، كما ذكرتم في بداية حديثكم، يعني دول الاتحاد الأوروبي دول عريقة في مجال حقوق الإنسان ولها باع طويل في هذا المجال، فبرأيكم إلى ماذا يؤشر أو تؤشر مثل هذه الجائزة لحقوق الإنسان وإعطائها لمملكة البحرين في هذا الوقت بالذات؟ هو طبعا لها مؤشرات عدة، مؤشرات حقوقية ومؤشرات سياسية، وأيضا تقدير كبير للجهود التي تبذل في هذا المجال وتبذل في حقوق الإنسان، لأن من المهم جدا بأن مملكة البحرين هناك تقدم في مجالات حقوق الإنسان، هناك تقدم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، فهذا التقدير الذي جاء من ما يقارب 27 دولة في الاتحاد الأوروبي مهم جدا في هذا المجال. السيد عبد الله أدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لكم.